يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من 861 ألف شخص، فيما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 658 ألف شخص. وتشدد وزاره الصحه على اهميه العمل للعوده الى المعدلات الامنه للحالات القائمه كما كانت عليه في الشهور السابقه